بحسب بيانات الأمم المتحدة الأخيرة بتقول إنه 50,000 امرأة حامل في قطاع غزة، وبظل الحرب والظروف الصعبة يلي بيمارسها الاحتلال على النساء في غزة، من عدم توفر أي رعاية صحية، عدم توفر الغذاء والدواء المناسب لإلهم، وحتى ما في مكان آمن إنها تقدر المرأة تولد فيه في غزة. ظروف الحرب كتير قاسية وصعبة، فما بالك على الأم الحامل. يعني وأنا حامل هدول بسبب الحرب إجوني زي هيك، صابتني جرثومة فيهم وإجوني معاقين. يعني أنا خايفة يجوني زيهم عيانين بسبب الحرب والفسفور اللي رموه. أنا اسمي نجوى فؤاد حجاج، ساكنة في المنصورة بيارة الحج عادل. من أول يوم القصف والخبط طلعنا عند أهلي في البلد، ولما شردوا صار مناشير الكل يرحل رحلنا، وجينا على نصرات، ومن نصرات انتقلنا على رفح، جينا على الرمل هان، وعندي 2 معاقين يعني أنا بشيل وبحمل فيهم، بيمشوش، بتحفظوا بلبس وبنبض، وأنا حامل في الشهر السادس، وتعب يعني عليا، وكنتش الحياة هذه عايشاها، كل الأولاد على الرمل مبهدلين، لا فيش نظافة إلهم، وبلبس وبنبض، مبهدلين الأولاد، مش عارفين يعيشوا على الرمل وعلى الوسخ يعني، فيش نظافة إلهم وفيش رعاية، بمرضوا دغري وحالهم بالمرة. قبل الحرب كنت أتابع عند دكتور، هلقيت لا في متابع ولا في إشي، ومش عارفة إيش اللي في بطني حتى، كيف وضعه، منيح مش منيح الله أعلم، يعني وضعنا بالمرة، لا في حياة ولا في غذاء ولا في عيشة زي الخلق، فيش طنانة على الرمل زي هيك، حياة متعبة يعني متعبة جدا، للطفل ولا الكبير ولا الصغير. مش عارف يعني مش متخيلين حالنا انه كيف نجيب الطفل الصغير او الطفله الصغيره على الرمل، مش عارفين يعني حالنا كيف ايش بده يصير فيه، يعني بالمره احنا وضعنا بالمره صار. عشنا حياه ما كناش نتوقعها ولا درجه 10%، نخبز على النار زي هيك، ننقل لما بدي ميه اغسل اولادي او اغسل لهم، بدي امشي مشوار طويل بالسطل بتكبكب نصه. اسمي خضرة فؤاد من شرق غزة الشجاعية، احنا على الخط الشرقي. رحلنا في اول يوم حرب، رحلنا بدون هوايا باطفالي، ورحلنا بدون حتى ملابسنا ولا حتى حاجة، بروا احنا الحمد لله. ورحلنا اول اشي على المدارس، بعدين رحلنا على رفح، وأنا حامل في الشهر السابع، وفترة الحمل أنا إلي رعاية خاصة لأني عندي مشاكل في الحمل، بتابع في المستوصف وبتابع عند دكتور، بس الحرب زلتني يعني لا في متابعة عند حمل ولا رعاية ولا اهتمام ولا حاجة، حتى البيبي حجم البيبي أنا حاساه مش زي الأبطن اللي قبل، يعني زي هيك بقى أنصح، لكن الحمد لله فيش بعرفش حاجة عن البيبي كيف وضعه، كيف نموه سليم مش سليم، كيف نبضه، ما تبعتش من أول يوم حرب ما تبعتش، لكن حياتنا عرمل، مش متوفرنا الحياة الطبيعية الاستقرار. أنا هان بأخبز بالأجار يعني للناس، أوفر لقمة عيش، لكن الحمد لله يعني حياة مش مستقرة، ونتمنى تنتهي الحرب ويرجع كل من هو مستقر، لا في مساعدات ولا حد بتعرف على حدا، يعني الحياه قصيره زي ما بقولوا. بالنسبه لنا في العمل هذا كله باثر على الحمل، لانه بتشوفش كيف التنفس، كيف الغبره، الدخنه، نخبز على النار بنايلون بكياس، بدنا حتى الميه بتصلنا ملوثه، بينقلوا اطفالنا من بلد لبلد، الميه بتصلنا نصها رمل غبار، حتى الشتاء شوف بتشتي علينا بنلاقيش مأوى، خيمة صح لكن بنغرق فيها، نستر حالنا احنا ولا نستر اطفالنا، الطفل اللي عندي نفسه هو مش لاحقين يعيوا، لا استقرار ولا حياة طبيعية ولا حاجة، ما حد مدور على حد، هان حياة غير مستقرة بالمرة بالمرة بالمرة.
بخاف وكل فترة فترة بسعى وبسأل في المدارس وأنا إذا في مراكز رعاية بتهتم يعني في الحوامل، لكن مشوار ومسافات بدنا نمشيها طويلة. يعني قبل يومين رحت على مركز رعاية لهم وصلت لهم يقولوا لي سكروا لهم ساعة، يعني مشوار 3 ساعات وفي الآخر فش ما لقيتش، قالوا لي ارجعي تاني يوم، رجعت تاني يوم برضه على الفاضي، فيش اهتمام في الحوامل بالمرة ولا توفير ولا حاجة. إنه أنا مثلاً أكلي وشربي أنا وجوزي وأولادي متكون وأنا في الشهر الثامن حامل من المعلبات اللي بتطلع، من اللي بنشتريها بعض معلبات، يعني معظمها غذائها مش زي ما كنت في بيت الطبيعي أكل الخضروات والفواكه وإني أشرب فيتامينات وعلاج. أنا الأخت سماح حجاج، أنا من سكان الشجاعية، عمري 30 سنة. الحمد لله أنا معي 4 أطفال ولدتهم ولادة طبيعية في بيتي لحالي، كنت مستقرة وحملت الحمل الخامس في ظل الحروب الصعبة. يعني أنا طلعت تهجرت من بيتنا من سكان الشجاعية، رحلنا لنصيرات، كنت حامل بالشهر الرابع، حاليا أنا في الشهر الثامن بعاني الحمد لله، يعني إنه ما الغذاء ضعيف. الليل كحكمة كمكان أتابع فيه زي ما كنت في ولادتي في ولادة طبيعية، للأسف شديد مش متوفر، المادية صعبة في ظل يعني الظروف، يعني الواحد يا دوب يجيب قوت يومه، يعني بيطلع الجوز يعني من الصبح لأذان المغرب ببيع بكتدرة في الشهر، يعني في الأول كان يجيب حطب أوقات 10 شيكل 5 شيكل لـ6 أشخاص، عائلة مكونة من 6 أشخاص. أكيد بتمنى من رب العالمين إني أرجع لمنطقتي وبلدي الشجاعية وأرجع في عبيتي على مكاني. للأسف الشديد إحنا في ظل وضع صعب. أنا هم بنام هاي نتفت أنا أولادي، بننام هيك بالطول أنا أولادي، إحنا 5 هان، وهاي البطانية بفرشها على الأرض هذه وبتغطى بهذه أنا أولادي. هاي قصصنا يلي بنعيشها يوم بيوم بفلسطين، يلي سببها احتلال فرض نفسه علينا، أخذ منا أحلى ذكرياتنا، من بيوتنا لأرضنا لشجرنا لأماكن دمرها وأشخاص كانوا كل حياتنا. القصص ما رح تنتهي، وإحنا بدورنا رح ننشرها ونرويها عن لسان أصحابها ونكون إحنا صوتهم ونثبت للعالم كل جرائم الاحتلال يلي بمارسها بحق شعبنا.